نرحب بأحلى مشاهدينا، وهذه هي الفضائية الأرامية وبرنامجنا ربنا موجود. في هذا المساء سنتكلم عن إحدى مشاكل الأسرة المسيحية في هذا اليوم، سيكون عن أيهما أكثر ثرثرة، الرجل أم المرأة. وإحنا في الأسابيع الماضية تكلمنا عن حلقتين، الأولى كانت الإحباط في الحياة الزوجية، والثانية كانت بركات الزواج وتحدياته. في هذا اليوم سنتكلم عن أيهما أكثر ثرثرة، الرجل أم المرأة. وإحنا من الآن نحب أن نسمع آراءكم، لكن بعد ما نأخذ وقت مع أبونا الغالي اللي دائما يتواجد معنا في كل مساء يوم خميس. احنا يعني اشكر الرب ومسرورين انه دائما نكون سويه مع المشاهد العزيز يا ابونا. بفرار رحمه وبركه، بركه ان تكون معنا. سعدنا جدا، وبناخذ بركات الحقيقه المشاهدين، وبناخذ بركتك وبناخذ بركه الخدمه. بركاتك الرب يحضرنا، يا رب يحضرنا، يتكلم على افواهنا. نصلي نصلي يا رب. امين. يا ريت تصلي، اكو كثير من المرضى، لكن بعدين احنا راح نقرا الاسماء ورا ما تخلص يا ابونا. بس صلي للفضائيه الاراميه بشكل خاص، محتاجه الى معونه الهيه يعني للاستمرار في الخدمه، وايضا من اجل الخدام اللي يخدمون في الفضائيه الاراميه. امين يا رب. أمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. امين. بكل الخشوع وبكل الخضوع نقف أمامك يا إلهنا، وأنت حاضر معنا وبيننا. إلمس يا ربي أفواهنا يا رب، إملأ قلوبنا بروحك القدوس لكي تكون الكلمة ممسوحة يا رب بمسحة سمائية، مسحة حارة تخرج من الفم إلى القلوب، تملأها بالفرح والإيمان والثقة والسلام، وإلى العيون التي أعمتها شهوات العالم فتح عيون قلوبنا يا إلهنا، لكي نعرف من هو مخلصنا، نعرف من هو الذي يرفعنا على كتفيه ويأخذنا إلى ملكوته. أرجوك يا إلهنا في هذا اليوم المبارك اعطينا كلمة، اعطينا فكرة، اعتنا إرشادا، اعتنا روحا قوية. أرجوك يا إلهنا، العالم كله قد وضع في الشرير، وألام ودموع وأنين وأتعاب بكل نوع، وضيقات بكل شكل ونوع. أرجوك يا إلهنا من كل القلب نطلب منك يا إله السلام، املأ العالم بالسلام، انزع الشر منه، انزع يا رب أسباب الشر، وانزع أيضا رجال الشر وفكرهم يا إلهنا. أرجوك يا رب من أجل العراق ومصر وسوريا واليمن وليبيا، كثيرين وكثيرات انتزعت يا رب أملاكهم، دوس انداسوا تحت الأقدام، دمهم ودماءهم وعيون ودموعهم سالت على الرمال في العراء يا إلهنا. أطفال انتزعت براءتهم، انظر يا رب بعين الرحمة والحنان. أنت يا رب علمتنا هذا المسكين صرخ والرب استمعه، استمع يا رب نحن المساكين في الإيمان، قوي إيماننا. نحن يا رب المساكين في الخدمة ضعاف، أرجوك قوينا في الإيمان وقوينا أيضا في الخدمة، لكي نقف أمامك يوم الحساب وتقول لكل واحد فينا اعطي حسابه وكالتك، لا أكون مخزيا أمامك. أشكر يا رب كل مريض يا رب اللي طلبوا منا بأسمائهم أو الذين لم يطلبوا ولكن قلوبهم مرفوعة الآن إليك. المرضى يا رب اشفيهم يا رب،
المتألمين والمتوجعين والمتضايقين فك ضيقاتهم، الحزانة عزيهم يا رب، البعيدين اجذبهم إليك، والقريبين منك ثبتهم في الإيمان، ثبتهم في المحبة والخدمة. أرجوك يا إلهنا، كثيرين بعدوا عنك بسبب موجة هذا العالم، الموجة المادية، رجعنا إليك يا ربي، لأن العالم كله باطل وقبض الريح. أرجوك يا إلهنا، عرفنا ما هي حياتنا الأبدية، هل نحن واثقين في أن يكون لنا ميراث معك يا إلهنا؟ أذكر يا ربي هذه الخدمة والقائمين عليها، محتاجة الخدمة لتعضيد. حرك يا رب القلوب، وحرك أيضا الأيدي لكي تمتد بالمعونة، ولكن أنت يا رب اللي بتحرك القلوب وبتحرك الأيدي أيضا. أشكر كل واحد وكل واحدة في هذه الخدمة يا ربنا. أشكر بنتك نادية، أشكر خدمتها، نجح طريقها. أشكر أختنا أيضا نوال الغائب الحاضر. أشكر رب الدكتور باسم وزوجته القائمين على هذه الخدمة المباركة. أنشر يا ربي، أنشر كلمة، أنشر ملكوتك على كل الأرض يا إلهنا، ولينسحب أعداءنا اللي هم أعدائك أساسا، ينسحبوا من أمامك. ولتكن يا ربي أولادك ألوف ألوف وربوات ربوات مباركين، ممجدين اسمك، ثابتين فيك إيمان كامل، محتملين يا رب الضيقات، ونسير وراءك، نسير خلفك في طريق ملكوتنا السماوي اللي لنا كل الرجاء فيه يا ربي. أشكر أولادك العاملين خلف الكاميرات، كل واحد باسمه يا رب، وكل واحد طلبته يا ربي اعطيها له، المحتاجين يا ربي اكفيهم بالخيرات، الذين ليس لهم احد يسال عنهم، انت يا ربي اللي تكفف دموعهم وتساندهم وتعزيهم. ارجوك يا الهنا، كل طلبه موضوعه امامك، وكل اسم واحد او واحده موضوعه امامك، اعطيهم يا ربي، اللي عايز شفاء اشفيه، واللي عايز رجوع ناحية روحية رجعوا إليك، واللي في ضيقة فك، واللي في سجن الخطية أو سجن العالم، حرر يا رب القلوب، وحرر يا رب الأيدي حتى ترتفع إليك بكل بركة، ترتفع إليك بكل التسبيح مع فم يا رب مبارك يسبحك ويمجدك. ونشكرك يا إلهنا في كل حين على هذه الخدمة وعلى كل خدمة في هذا المكان وفي كل مكان في خدمة لمجد ملكوتك. استجب يا رب يوم ندعوك. آمين. استجب يا رب يوم ندعوك. استجب يا رب يوم ندعوك. لكل كرامة كل مجد. آمين. آمين. آمين يا أبونا. وأيضا نصلي من أجل أبونا الغالي. ربنا يخليك. أبونا ميخائيل، إن الرب يقويك ويشددك وينطيك صحة وعافية حتى نقدر أن نكمل وتكمل رسالتك يا رب. أمين. إلى أن يأتي الرب يسوع المسيح. أمين. بس الحقيقة إحنا بنشتغل الأوانة، بشتغل دلوقتي في الوقت الضائع، إنما مين يعرف، يمكن يديني شوية أيام كده أعرف أخدمه. نعمة الرب. أنا ما بطلبش أيام من أجل العالم يا رب، بطلب أيام لكي أخدمك أكثر وأقدم لك يا ربي. يا رب. أقدم لك الفتات اللي أقدر أعمله وأجمعه من أجل مجد ملكوتك. أمين. لكل مجد وكرامة. أمين. أشكرك يا أبونا. عندنا مجموعة من طلبات الصلاة جاتينا، خلي نصلي من أجل خالد كندوري. يا أبونا كندوري، كندوري من العراق، اتصلوا شخصيا حتى حضرتك تصلي من أجله. كلش مريض وتعبان، نريد يعني تحرك هذه الصلاة يد الرب حتى تشفي من كل مرض. إلهي الصالح يا رب، من أجل ابن خالد كندوري،
متألم بأمراض أنا ما أعرفهاش لكن أنت عارفها. نعم يا رب. ليس شيء مستحيل أمامك، لا شيء يا ربي يخف أمام لمسة شفاء منك يا إلهنا. يا رب. إلمس هذا الرجل في كل مكان فيه ألم، اشفيه بالكامل كاملا وعاجلا يا رب. استجب يا إلهنا، استجب يا ربنا يسوع، استجب يا إلهنا من أجل ابن خالد. أمين. وتمجد يا ربي لك كل كرامة. أمين أمين. وأيضا جتينا قبل ما ندخل إلى الاستوديو يا أبونا صلاة من أجل نجيب داود للشفاء. نجيب داود أيضا يا ربي للشفاء، ابنك نجيب داود محتاج يا ربي وبيصرخ إليك يا رب. ونحن نصرخ معه وجميعنا نصلي من أجله ونرفع هذه الطلبة إلى العرش السماوي والاستجابة. أكيد نحن منتظرينك، أكيد يا رب سوف تستجيب لكل كرامة لكل مجد. أمين. أيضا وجدتينا طلبة صلاة يا أبونا تتذكر أختنا ميادة، أنه الرب ميادة يلدو حتى الرب يلمس جسده ويكمل معها الشفاء إلى التمام. أيضا بنتك ميادة يا ربي لها طلبة شفاء يا رب، والطلبات دي يا رب موجودة عندك في خزنتك ما بيضيعش منها طلبة. أعطيها يا رب شفاء كاملا لجسدها لكي تمجد اسمك وتشهد ليك على الهواء مباشرة وفي كل مكان أيضا لك كل كرامة ومجد. أمين أمين. وأيضا جاتنا طلبة صلاة من أجل عائدة دنو، مريضة. عائدة دنو. عائدة دن عائلة. نعم. عائدة عائدة إيه الكلمة دنو. دنو عائلة دنو من أجل الشفاء أيضا. نعم. يا رب عائدة دنو يا رب تخف أمامك ونخف معها يا رب في خشوع وفي إيمان بأنك أنت هتمد إيدك الآن يا رب. مد إيدك تمجد يا رب بلبسة شفاء لبنتك عائدة. وأيضا جاتينا طلبة صلاة مين؟ آمين. فريدي فريدي الأخت أميرة توما طلبت من أجل ابنها شفاء لابنها فريدي. ابنها فريدي يا ربي يا رب يخف أمامك ونخف معه يا ربي بكل ثقة فيك أن تتمجد في حياته وتشفيه. فرح قلبها وفرح قلبه لكي يشهد ليك لك كل كرامة لك كل مجد. أمين آمين. وأيضا طلبت صلاة من أجل الطفل ديفيد حازم، نكمل صلاتنا حتى الرب يشفيه. نكمل شفاء يا رب ابنك ديفيد يا إلهنا يا رب الصالح. يصرخ ونصرخ معه ولكننا ننتظر بكل الثقة والإيمان بشفائه عاجلا وكاملا يا إلهنا، عاجلا وكاملا يا إلهنا لك كل آمين. كرامة ومجد. أيضا من أجل فادي طلبة شفاء. فادي يا رب للشفاء أمين. ومن أجل أم فاروق شفاء بعد أم فاروق. أم فاروق بعد شفاء بعد عملية جراحية. بعد العملية. وأيضا جتينا من ليديا من أجل شفاء من اكتئاب حاد. ابنه ولا ابن؟ ليديا بنت. ليديا ابنه في ليبيا. ليديا في ليبيا؟ نو ليديا من ليديا. أجل شفاء عند اكتئاب حاد. ليديا ليديا من هؤلاء الأسماء الثلاثة يا رب جزا مش قادر أكررهم تاني لكن وصلوا إليك. نعم. والطلبة وصلت والرسالة وصلت يا إلهنا. استجب وتمجد يا رب في حياتهم لكي يشهدوا ليك ونشهد نحن أيضا بشفائهم العاجل والكامل. إلهنا تمجد يا رب في هذه اللحظة واثقين فيك بكل الإيمان بروح الرجاء ننتظر لك كل كرامة ومجد. أمين أمين. أم تطلب صلاة لأجل ابنها الذي يعاني من حالة اكتئاب وانعزال، عنده سيفير ديبريشن. ما زي اسمه إيه؟ ليديا. ده حالة ابن مو نفس البنت. ابنك يا ربي هذا أيضا المكتئب، هل أنت ترضى يا ربي بأن ملك السلام ما يكونش يحل فيه؟ أنت ما ترضاش يا ربي حل فيه وملأه بالسلام فلتختفي يختفي الاكتئاب اللي عنده، لأنه عايز يمتلئ بيك، يمتلئ بالسلام، يمتلئ بالفرح والطمأنينة. تمجد يا إلهنا عندما ندعوك لك كل كرامة ومجد. أمين يا أبونا. جتينا طلبة صلاة من أجل أم وليد من كندا عندها جلطة، وطلبة صلاة من أجل هيلين عندها سرطان. أم وليد وهيلين
هيليم هيلين هيلين أم وليد وهيلين يا رب الاثنين يا ربي محتاجين يصرخ من قلوبهم ونحن نصرخ أيضا من قلوبنا أن تشفي كل واحدة فيهم. استمع يا إلهنا واستجب يا رب. استمع يا إلهنا واستجب بكل يا رب الثقة والإيمان منتظرينك يا إلهنا عاجلا وكاملا يا إلهنا يا رب لك كل كرامة ومجد أمين آمين. أكو استثناء اليوم يا أبونا جتينا إجانا اتصال في استثناء ولا تاني في حد تاني صلاة نو إجانا اتصال من أجل طلبة صلاة ماشي. ناخذه ماشي, حقيقة إحنا عادة إنه نفتح الخطوط بعد 20 دقيقة من البرنامج لكن أبونا ما يحب إنه المشاهد ينتظر. من معنا على الهواء تفضلوا. أنور. أنور أهلا وسهلا بك. أنور أهلا بيك. منور يا أنور. ربنا يخليك يا قدس أبونا. تعيش يا حبيبي. طلبة صلاة لقدس أبونا أخنوخ قمص أبونا أخنوخ كاهن كنيسة ماري مينا بشبرا, هو وقع النهاردة على رجله وهيعمل عملية. أبويا أخنوخ مش أنت اللي تسخط أبدا وأنت الخادم الكاهن القديس المبارك, أقمه يا رب من سرير ما وجعه لأجل خدمته ولأجل حياته المباركة الغنية. أرجوك يا إلهنا هو بيطلب من أجلنا لكن إحنا أيضا نشترك معه في الطلبة إليك لكي تقيمه الآن يا إلهنا يا رب من سرير وجعه. لك كل كرامة ومجد أمين. آمين 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 يا أبونا. آمين يا حبيبي لا تحت أخذ ناخذ بركة. ربنا يخليك يا رب. تعيش يا حبيبي. بلغنا بكرة أو بعده الأسبوع الجاي مثلا بنعمة الرب. أخونا أنور إذا يعني بنعمة الرب راح مو راح أصلا تشافى الأب أخنوخ وأكيد راح يطلع يمجد الرب. آمين. اليوم أيهما يا أبونا أكثر ثرثرة؟ أي الرجل أم المرأة؟ وحضرتك طب نقرأ الأول من رسالة معلمنا يعقوب إلى الإصحاح الثالث العدد من 1-6. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آمين. يعقوب الإصحاح الثالث والعدد الأول العدد الأول لعدد 6. كلمة الرب تقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتي عالمين إننا نأخذ دينونة أعظم لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل تضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله فتدير. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدبر. مدير اللي بيدورها يعني. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق, فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. كتر خير. ولإلهنا كل مجد وكرامة كل المجد. آمين. آمين. يا أبونا رغم أنه هذا اللسان عضو صغير تنتج منه شرور جمة, منه تخرج البركة ومنه تخرج اللعنة. أنا عايز بس ليه ابتدينا بأول آية لا تكونوا معلمين كثيرين. رغم ان احنا بنتكلم عن اللسان ده سؤال صحيح. الآية الأولانية يتهيأ لنا انها مش في الموضوع. لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي, هو بيتكلم عن الخدمة لكن تعالى نطبقها على موضوع النهاردة.
احنا بنثرثر كثيرا وحنقول ايه الفرق. انا عارف انت سالتيني عن فاحنا بنتكلم كثيرين كمعلمين كثيرين في كل الامور، مش بس في الامور الروحيه او امور الخدميه او في كلمه الله او في الوعظ او في الارشاد، لا احنا معلمين كثيرين. كل واحد فينا بيعتقد انه لما بيتكلم على الاخر انه هو بيعرف اكتر منه، انه معلم بيعلم الاخرين حتى في الامور العاديه. الذات بتاخدنا كتير يا احبائي، وبنبقى معلمين كثيرين بلا معنى، بلا نتيجة، بلا هدف حقيقي، بلا تعليم حقيقي صحيح وصحيح. تفضلي، كنت عايز تقولي حاجة. أنا يعني أنت بس حابس أقول ليه خدنا الآية الأولانية كمان. نعم، شنو الفرق بين الكلام والثرثرة؟ في القداس الغريغوري في الكنيسة عندنا القبطية أعطيتني موهبة النطق، أعطيتني موهبة النطق. إحنا ميزنا وميزنا ربنا بموهبة النطق. نعم، جهاز النطق هو اللسان، لكن كيف نستخدم هذا الجهاز؟ هي دي النقطة، كيف نستخدمه؟ المشكلة مش في اللسان، المشكلة في استخدامنا أداة. يعني مثلا لو احنا بنبص إلى التقدم العلمي الكبير والتكنولوجيا، هل احنا بنستخدمها لاستخدام الأصح والأصلح؟ يعني تقدر تقول لي يا أبونا أنه الله خلق اللسان في الإنسان، أيوة، أنه بس تطلع منه بركة وليس لعنة؟ مش بس بركة، ده أنا بصلي باللسان، بسبح ربنا باللسان، بعبر عن عواطفي للآخر باللسان، بعبر عن حتى أتعابي وألامي للإنسان، بتواصل مع الآخر باللسان. وبالتالي نصير في الآخر لو كنا مخلصين مسيحيين حقيقيين، نصير الكل إيه؟ يسير لكل واحد من خلال اللسان والكلمة، الكلمة النقية الطاهرة الصالحة، الكلام المملح بملح أو مصلح بملح. يعني ده تقول لي انه الله خلق جس للبركة، لماذا نحن البشر تطلع لعنة ايضا من لسانه؟ ما فيش شك ان ربنا لما خلق الانسان خلق كل شيء في حسن، وبل نقول حسنا جدا، كل شيء حسن وحسنا جدا، ولكن هو سوء استعمالنا احنا، دخولنا في دوامة الشهوة. اول شهوة محبة الذات، دي شهوة فظيعة، ده طبيعة صعبة محتاجة. عشان كده أول حاجة المسيح قالها لنا، من أراد أن يكون لي تلميذا يهلك ذاته، ينكر نفسه ويأخذ صليبه ويتبعني. ما كنتش أنكر نفسي مش حاضر أحمل الصليب، وما كنتش أحمل الصليب مش حاضر أمشي وراء إله الصليب في طريق المجد. طريق المسيح طريق المجد، في صليب لكن طريقه أتبعه إلى فين؟ إلى الملكوت من خلال الصليب. يعني لازم نمر الأول بجبل الجلجسة عشان نوصل لجبل التجلي، ولو إن في الإنجيل مكتوبة بالعكس عشان يطمننا أن إله المجد اللي هيتصلب ده هو الإله الممجد اللي ظهر بالمجد على جبل التجلي. فإذن سوء استخدام الأداة اللي ربنا بيديها لنا. هل كانت بعد سقوط آدم يا أبونا أنه بدأت تظهر اللعنة بعد سقوط آدم؟ ما فيش شك أن الخطية لما دخلت الإنسان أفسدت هذه الطبيعة. الدليل أنه أول حاجة شفنا ردود الأفعال، لأن آدم اللي كان بيقول هذه المرأة من عظمي ومن من لحمي ومن عظامي، بس إذا لقينا بنقول هذه المرأة التي جعلتها لي، يعني اللي انت بلتني بيها، هي التي أعطتني من الشجرة المحرمة وأكلت. خدت بالكم على طول التغير اللي حصل في طبيعة الإنسان، ودي المشكلة اللي في ناس كثيرين مش فاهمينها، إن المسيح لما تجسد مش بس عشان يخلصنا من الخطية ومن ثمرة الخطية أو أجرتها اللي هي الموت، لكن أيضا لكي يدخل في طبيعتنا، لكي يصلح هذه الطبيعة التي فسدت بالميل الخطية
الميل للخطيئة. حتى بولس الرسول يقول لست أفعل الصالح الذي أريد، بل الشر الذي لست أريد إياه أفعل. ليه؟ بسبب ناموس الخطيئة. يعني طبيعة ناموس، يعني طبيعة أو قانون الخطيئة الساكن فيه. آمين آمين. فعلا زي ما حضرتك قلتي، ده بعد الخطيئة طبعا بدت اللسان يتحول إلى أداة صعبة جدا، ومش عايز أقول إنها بتسبب مشاكل كثيرة للإنسان وللآخرين. آمين آمين يا أبونا. هسا عرفنا إنه اللسان تطلع منه بركة ولعنة، لأنه بعد سقوط آدم. وعرفنا إنه لكن ما جاوبتني، عرفنا إنه إحنا لا، أنا جاوبت على الجزئية دي. لا أنا جاوبت الأول على الجزئية دي، أنا عارف عايز تقولي. حاضر هجاوبك عليها. أنا جاوبت الأول على إنه بعد الخطيئة. نعم. لكن نيجي لأساس الموضوع اللي هو الفرق بين الكلام وبين الثرثرة. نعم. وده سؤال مهم قوي، ممكن ياخد مننا شوية يعني وقت في الموضوع. الكلام احنا قلنا ان ربنا لما ادانا موهبة النطق ده من اجل ايه؟ احنا قلنا من اجل الصلاة، من اجل التسبيحة، من اجل الترنيم، من اجل التواصل، من اجل اعلان المحبة للاخر الى اخره. نعم. لما فسدت الطبيعة بدل اللسان يستخدم او يساء استخدامه. نعم. اول سوء استخدامه اللي هو في حاجات كتيره، خطا اللسان خطا كتيره جدا، كذب وشتيمه ونميمه وادانه، لكن انا بكلم على اول حاجه مشكله. ان احنا بدينا نتكلم كتير. ما هو الكلام الكتير لا يخلو من ايه؟ كثرة الكلام لا يخلو من معصية. من معصية. نعم. في سفر الأمثال. يبقى إذن هنا أنا قدام، لست أمام يا عزيزي، لست أمام خلقة الله الصالحة اللي هو اللسان، ولكن أمام كيف بستعمل هذا اللسان. أول حاجة كثرة الكلام الغير مفيد. يعني النميمة أو قصدي متأسف الثرثرة هي كلام غير موجه للصالح. نقدر نقول بنكرر الكلام باطلا، نقدر نسميه كده، تكرار الكلام باطلا. وده اللي بيحصل في الثرثرة، بنكرر كتير الكلام وبنعيد الكلام، وكله غير موجه وغير مهدف إلى صالح الإنسان سواء المتكلم أو المستمع. ده الفرق بين الثرثرة وبين الكلام. ده ممكن الواحد في نقطة المسيح، لو انتوا فاكرين في معجزة السبع خبزات وقليل من صغار السمك، قعدوا الناس معاه وبيتكلم، عارفين قد ايه؟ هنا شوفوا الكلام المبارك والمهدف والصالح، ثلاث ايام. قال للتلاميذ اعطوهم لأكلوا لان لهم ثلاثة ايام معي لألا يخوروا في الطريق. يبقى اذا هنا كلام غير الثرثرة، ده كلام مبارك. نلاحظ مثلا حاجة تانية، نلاحظ انه بولس الرسول كان بطرس مثلا العظة اللي قالها كانت مثلا خدت لها ساعة او ساعتين، لكن قد ايه جابت ناس، كانت مهدفة، كانت مهدفة وجابت اول مرة 3000 وبعدين جابت 2000 تانيين لربنا. على العكس بقى تماما، ناخد كده شوية شخصيات. ناخد ام موسى يكابد. نعم. أم موسى يكابد لم نسمع أنها تكلمت كلمة في الكتاب المقدس، لم يذكر الكتاب المقدس كلمة واحدة قالتها يكابد. نعم. ومع ذلك طلعت ابنها موسى رجل من رجال الإيمان حتى أن يستحق أن يكون كليم الله. نعم. دي شخصية. ده في شخصية تانية مهمة ما ننسهاش، ست العذراء. الست العذراء كم كلمة قالتهم، يعني غير طبعا التسبيحة بتاعتها، تعظم نفسي الرب. نعم. تعظم نفسي الرب وتبتهج روح بالله مخلص، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين إلى آخره. غير دي في كلام تاني؟ قالت للمسيح مرة لما تأخر في الهيكل، لماذا فعلت هذا وجعلتنا معذبين أنا وأبوك، أبوك وأنا، ما قالتش أنا في الأول. نعم. ما عندهاش كلام كتير. حتى لما سلمها المسيح على الصليب ليوحنا ما ردتش، وافقت وخلاص، ما تكلمتش. فهنا نلاحظ انه ما فيش ثرثرة خالص.
كلام قليل جدا ومهدف جدا، ده كلام مش صرصرة. التاني ما كلمتش خالص لكن اتصرفت، يعني كان الكلام هو عبارة عن فعل، ده يكابد الكلام وما فيش صرصرة خالص ولا في كلام بل في فعل. فعل نعم. شوف الفرق، كلام أو على الواقع بينفذ العمل. نلاحظ مين تاني مثلا، نلاحظ ما فيش كلام تقريبا. مريم المجدلية، مريم المجدلية زي ما احنا عارفين كانت هي والمريماء والنساء يخدمنا المسيح من أموالهن، صح؟ ما كلمتش ولا ما كلموش ولا كلمة، فيش غير مريم المجدلية لما سألت على المسيح أين سيدي لكي آتي وأخذه لل الملاك اللي واقف، فكرت وكان المسيح ملاك الرب يعني، دي قصة تانية. المهم ان هي ما كلمتش غير عايزة تشيل المسيح، تاخد المسيح وتشيله، واين وضعوه؟ ما فيش، ده كلام مش صرصرة. نعم مظبوط. نشوف كلام مثلا رعوس، شوف ان الكلام اللي يوضح لنا ان ما فيش صرصرة. نعم. ناخد رعوس، الحقيقة انا بتعجبني جدا، ده بعد سفر الخضاء هتلاقي رعوس إصحاح 2. قلتلنا كده إيه سفر رعوس عشان نسمع كلام بتاع اللي إيه رعوس. شوف تقولي ما اتحمتها، انت عارفين طبعا قصة رعوس. نعم. طب ممكن تقول لنا كلمتين عنها كده بسرعة، إيه اللي حصل؟ رعوس حبت ان تكون مع حماتة. أيوة. لازم حماتة رغم وهي كانت اماميه يعني حبت ان تلازم حماتة رغم موت زوجها. ايوه. وحبت ان تذهب مع حماتة حتى تسيب اهلها وتسيب ارضها وبيتها وعشيرتها. ايوه. ام نعمه قالت لها ايه حماتها؟ قالت لها اذهبي مع ايه؟ مع مرات اخوها، مرات اخواتها. يس. أخوها اللي مات وجوزها برضو التاني مات، المهم نعم. يعني أرملتين يعني. فقالت لها اذهبي ورأس الفتك. ارجعي أنت ورأس الفتك. نعم. قالت رعوس لا تلحي علي أن أتركك. نعم. وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبتي أذهب وحيثما بتي أبيت. شعبي إلهك إلهي، حيثما متي على لغاية الآخر، حيث ومت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد. أمين. إنما الموت يفصل بيني وبينك. شوف الكلام بقى، الفرق بقى الصمت خالص أو كلمتين صغيرين أو دول مثلا ثلاث أربع جمل أو ثلاث أربع آيات، ما فيش صرصرة. نعم. في كلام مهدف، في كلام يوصل للقلب، وصل للسماء أيضا. شخصية ثانية يعني آخر اللي جت على بالي، أكو شخصية تفضلي أفنيكي ولوئيس مع تيموثاوس اللي هي أم تيموثاوس وجدته. نعم. بولس الرسول بيقول له أنا عارف إن اللي علمك الكتب أمك وجدتك لوئيس وأفنيكي، ما سمعناش منهم، الكتاب ما قالش عنهم انهم قالوا اي حاجه، لكن فعل طلعوا قديس اللي هو تيموثاوس. نعم. تلميذ مين؟ تلميذ بولس الرسول. بولس. نعم. شوفوا الـ 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 الكلام اللي بلا كلام، الكلام اللي هو اكشن، اللي هو فعل، اللي هو طاقه مهدفه الى البركه والقداسه. هل الفعل احسن من التكلم يا ابويا؟ شوفي التكلم لو كان تعبير عن فعل ويتنفذ الفعل يبقى حلو جدا، لو كان كلام وما فيهوش فعل يبقى صرصره. صح. يبقى صرصره. نعم. وهرجع للسؤال اللي احنا بادين بيه، هل الرجل اكثر صرصره ام المراه؟ انا عايز اقول لكم حاجه، في ابحاث كتيره في الموضوع ده وفي اراء مختلفه، لكن انا عندي راي الحقيقه أن الرجل أكثر كلاما من المرأة، من المرأة، والمرأة أكثر صرصرة من الرجل. احنا بنقول على وجه العموم مش شخصيات معينة. نعم.
ليه؟ لا اصل ممكن تقول انت كده يا ابونا انت بت منحاز للرجال لذلك ضحكت يا ابونا ضد الستات. لا انا عايز اقول حاجه يا جماعه، من ايام اليهود والامراه والمراه مضطهده والمراه ملهاش حساب في اليهوديه، والاسلام جه وايه بهدلها خلاها بقت ربع واحده، يعني تبقى عايشه مع ثلاثه تانيين بقت ربع واحده. نعم. وست السيد يمكن احنا عارفين ست السيد، والاسلام دخل في اذهان الرجال ان هو ست السيد يامر ويطاع، واذا نعم. ما كانش تستجيب تنضرب على قلبها. ده كلام مش انا ما بتهمش حد بيه، ده كلام موجود. نعم. لم تطيع تنضرب. وبعدين يقول لك تفسير بقى مضربها بس مش على وشها، يا عم يضرب على وشها ولا تنضرب، وتنضرب قدام عيالها. صحيح. وبالتالي هنا بقت في نوع من ايه الاحباط عندها الست بقت نوع. وبعدين بالتناسل واخد بالك ابتدت الجينات تخش الى النساء، وبالتالي بقوا ثرثارات بالجينات بالتوارث نتيجه ايه من اليهوديه ومن الاسلام. يعني من الكبت يا ابويا. ايوه بالظبط، برافو عليك، من طول الكبت. نعم. يهوديه ثم اسلام، في النص جت المسيحية، لكن فضلت في الجينات أو التأثير حتى بتاع أمهات البنات، حتى أمهات البنات بيتكلموا كتير قدام بناتهم، وبالتالي بيطلعوا واخدين نفس الطريقة. وده اللي بيحصل. اللي عايز أقوله أنه النهاردة بقت الثرثرة مختلفة خالص. الثرثرة بقت دلوقتي شاتنج، بقت على التليفون قاعدين وبالتكست مسج بتعمل شاتنج. معظم الكلام، وده اللي انا شفته وجربته ولمسته، انه عن الموضه، طبيخ، عن لا المشتريات المشتريات والخصومات. يبقى اول حاجه بيزعلوش مني يعني، لا ده اللي بيحصل. الاكل ماشي، اللبس ماشي، والخصومات والمشتريات. بتتكلم يسامحوني الستات كثيرا بيتكلموا عشان يثبتوا وجودهم، دي برضو نتيجة ايه الاحداث والضغط اللي حصل لها من ايام اليهودية والمسيحية. لما دخلت كانت هتصلح كتير، او هي صلحت فعلا كتير، وبولس الرسول يقول ليس رجل ولا امرأة، ليس عبد ولا سكيسي الى اخره. وحتى في المواريث عندنا ما فيش حاجه اسمها رجل ده ميراثه ياخد اثنين من الست يعني نصيبين. نعم. ما فيش كلام يعني، احنا سوينا. بس جاء الاسلام راح قالب الميزان تاني، ولانه سيطر على مناطق كتيره زي مصر مثلا، فبدا رجع التاني الست تبقى مقهوره وتحس بكده، وبالتالي بتعبر عن سواء نفسها او عن المها وضيقها من الزوج او من المجتمع، تبتدي تعبر بالثرثرة. اوكي. بدت التليفونات يا ابونا، الظاهر انه اكو مداخلات. ونشكر الرب على المتصل من معنا على الهواء. تفضلوا. تفضلوا. مازن. مرحبا يا اهلا وسهلا اخونا مازن. اهلا. اشكرك، الرب يباركك، والحقيقه البرنامج جميل جدا، واصلي باسم الرب يسوع المسيح مع ابونا الفاضل. الله يبارك لك. بركه لنفوس كثيرة في هذا العالم، وخصوصا في هالأيام الأخيرة اللي نحن فيها. آمين. آمين. الله يباركك. آمين. أنا حبيت أعطي الحقيقة رأيي، وأيضا أتفضل. في عندي سؤالين لأبونا الفاضل. تفضل. أي شكرا. هو الحقيقة يعني في يعني هذا الجدال لسنين طويلة أنه مين هو الأكثر، المرأة أم الرجل في الثرثرة والكلام. في رأيين. نعم. الرأي الأول أنه من الناحية الطبية بعض الدراسات الأخيرة عن الدماغ الإنساني سواء كان الرجل أو المرأة. أيوة. في فرق ما بين دماغ المرأة ودماغ الرجل. في دماغ المرأة عندما تتحدث المرأة مع سيدة أخرى، صديقة، رفيقة، يفرز هرمون يسمى هرمون السعادة الأوكسيتوسين. مجرد ما بيفرز هذا الهرمون في دماغ المرأة تحس بالسعادة. هذا هو السبب اللي يخلي السيدات يجتمعوا مع بعض ويسمعوا مع بعض ويحكوا بالتليفون أكثر. هو تركيبة الدماغ بهذا الشكل، الله سمح أنه يستعملها
لسبب أنه فيما بعد المرأة تصرف وقت أكثر في تربية الأطفال خصوصا أول 5 سنين، بينما الرجل يكون بعيد عن الأطفال. طبعا هذا الرب سمح فيه حتى يعطيه سعادة حتى تربي الولد وتعلم الكلام وكل الأمور الأخرى. دماغ الرجل مختلف من هذه الناحية، يفرز فيه هرمون الدوبامين اللي هو الرجل من يروح يلعب كرة قدم، من يروح يتسابق، من يروح مثلا يرمي نفسه من الفضاء في المظلة، يفرز هذا الهرمون فيحس بالسعادة الشديدة. فإذا في فرق ما بين الاثنين. لكن طبعا يعني أحب أعطي بعض الأمور اللي هي تخص الحلقة، وأرجو أن تكون نافعة من الناحية الروحية. آمين. جميلة حبيبي. نعم. دور الروح القدس في ضبط الناس، يعني نحن بنعرف أنه كلما الإنسان يقرأ من كلمة الكتاب المقدس من الإنجيل ويمتلئ من الداخل، كلما تكون الكلمة الخارجة من عند مصلحة بنعمة، مصلحة بنفع، سواء كان للمرأة أو الرجل. أمين. والغريب طبعا أنه كلما الإنسان بيقل، ما بيعود يقرأ من كلمة الرب وما بيتشبع بيها وما بيحب يسبح وما بيحب يكون قريب من الرب، مباشرة يحدث هناك فراغ في الدماغ، يأتي الشيطان وطبعا يحتل هذا المكان. أمين. ومباشرة بتخرج مثل ما قلت حضرتك كلمات قاسية، سواء كان في السب أو الشتائم أو التعدي على الآخرين. ومع الأسف بنشوفه في شعوب، يعني بالشعوب العربية من يروح الإنسان الغربي، أو نحن بعد ما عشنا سنين طويلة بنرجع نسمع مثلا في الطرقات، في الشوارع، في التاكسي، في الأسواق، بنسمع كلمات كثير صعبة وفيها تعدي على الله وفيها تعدي على الناس الآخرين. صحيح. وهذا طبعا سبب أنه الناس يعني ما بيحبوا يقروا الكلمة الصالحة، كلمة الرب يسوع المسيح، كلمة الإنجيل اللي نصلي أنه الناس في الشرق بيعودوا ويعني ينتبهوا أنه الكوارث اللي حدثت في حياتهم وفي الدول العربية هي بسبب الابتعاد عن معرفة الرب يسوع المسيح. أكيد. والإنجيل. أكيد. وكلمة الرب. أكيد. طيب، في عندي أيضا سؤال أو سؤالين. السؤال الأول، تقول كلمة الرب أنه إن كل كلمة بطالة سيعطي الإنسان حسابا عنها يوم الدين. نعم. فأنا يعني السؤال الأول حبيت أسأل حتى الإخوة المشاهدين أيضا يستفيدوا من هذا الموضوع، حتى ينتبه الإنسان وبيضبط الكلمات اللي تخرج من عنده، ما تكون سبب للهدم، تكون سبب للبنيان. هل أنه الإنسان المؤمن المسيحي أو الإنسان العادي، الجميع سيعطون حساب عن كل كلمة بطالة أطلقت على فمهم، حتى الناس بيعرفوا رأي الأخونا الأبونا بهالموضوع؟ والسؤال الثاني، المثل الأعظم في حياة الناس هو الرب يسوع المسيح. صحيح. يعني الكتاب المقدس يذكر أنه لا يسمع صوته ولا يكثر في الشوارع. مضبوط. للسبب أنه كان ممتلئا من الروح القدس إلى التمام، حتى أن العبد تبع رئيس الكهنة عندما لطمه على وجهه الرب يسوع المسيح، يعني ما كان قاسي عليه ولا جاوب بأي كلمة. بالضبط حكم عبد بكل هدوء ونعومة، وقال إن كنت أنا تحدثت بشيء سيء أو رديء يعني يحكي عنه، وإذا كان حسن فلماذا تلطمني؟ بينما نشوف أنه بولس الرسول عندما لطم على سبيل المثال خادم الرئيس الكهنة، مباشرة هو صرخ فيه وقال له لماذا تلطمني أيها الحائط المبيض. الحقيقة هذا بيشير لنا أنه يساعدنا حتى يكون أنه نمشي في أثر الرب يسوع المسيح. أمين. المثال الأعظم في لساننا، في كلامنا، في أفكارنا. وأصلي باسم الرب يسوع المسيح في الأيام اللي نحن فيها أنه شعب الرب يمتلئ من الروح القدس. أمين. نحن أمين. أكثر شيء محتاجي في هذه الأيام الأخيرة أن نطلب من عند إله السماء والأرض خالق كل شيء أنه يملأنا من الروح القدس حتى. أمين. نتكلم بكلام صالح بناء مرضي حسب كلمة الرب، مملوء بالروح القدس، مملوء بالنعمة، مصلح بملح، يكون سبب بناء لناس كثيرين. والرب يبارككم على هذا. يبارك حياتك ويبارك خدمتك. وقد ايه اثريت الخدمه دي
بكلماتك المباركة. أنا عايز بس أقول حاجة، إن الهرمونات بتاع الستات والرجالة، طب إحنا لاحظنا إنه الأمثلة اللي إحنا خدناها إنه ما كانوش بيسرسروا الستات، كانوا الستات. صحيح. دي واحدة. نمرة اتنين، إنه الاتنين بيبقى عندهم هرمونات للكلام، بس بتختلف النسبة وتختلف النوعية. ده موضوع طبي وده صح، حضرتك قلت كلام 100% صح، لكن بس عايز أقول حاجة، كل كلمة بطالة تعطينا على حسابنا، كل كلمة ثرثرة بطالة يعني لا غير مهدفة، يعني ليست للصالح. كلام احنا بنسميه بالبلدي كده كلام فارغ، كلام ما يبنيش، لا يبني الإنسان روحيا ولا اجتماعيا، وبالتالي اسمها كلمة بطالة، يعني كلمة لا تعمل من أجل الإنسان وتقدم الإنسان روحيا أو اجتماعيا. فعشان كده قال كل كلمة بطالة يعني مش شغالة، تعطونا هنا حساب. أما الحقيقة الوصف التحليل بتاع حضرتك أسعدنا كتير وأنار نقط كتيرة في حياتنا. أما بالنسبة للروح القدس فدي بتعتمد على إرادتنا في التوبة، أردنا أن نتوب لكي يكون نحن والمسيح كل واحد فينا أنا والمسيح واحد، اثبتوا فيا وأنا فيكم، ينسكب عليه الروح القدس طبعا، غير بعد غير المعمودية وغير وغير، ده قصة تانية. لكن أنا بكلم الالتصاق بالرب يسوع يديني الحق والاستحقاق أن ينسكب علي الروح القدس، وبالتالي الكلمات اللي ممكن أقولها هي كلمات ممسوحة بالروح ومحمولة أيضا بالروح. أشكرك كتير كتير يا حضرة القسيس، وأرجو أن أنت تتواصل معنا، ناخد بركة ولينا أن كل مجد وكرم. أتصور أخونا مازن ظهر دكتور وليس قسيس لأنه طال التحليل. أنت قلت لي فهمت منك، يبقى أنا فهمت خطأ. على عيننا ورأسنا حضرة الدكتور مازن، وأرجو للتواصل معنا باستمرار، لأن كانت الحقيقة تحليلك كان جميل جدا، أشكرك عليه يا حبيبي. آمين. أعزائنا المشاهدين تواصلوا معنا، خطوطنا مفتوحة الآن، إذا كان عندك طلب الصلاة أو مشاركة أو تحب أن تتداخل تفضل، وأهلا وسهلا بكم. نأخذ هذا الفاصل ونواصل. أعزائنا المشاهدين، وأيهما أكثر ثرثرة، الرجل أم المرأة؟ وجتينا طلب الصلاة يا أبونا من الأخ واثق، يقول سلام الرب يسوع معكم، الرب يبارك. يا أبونا هاي مسج، يقول الرب يبارك خدمتكم، أرجو الصلاة من أجل عائلتي وابني بالأخص، لأن إبليس يهاجمنا عن طريق أولادنا، وابني يخرج مع أصدقاء السوء وتعلم أشياء كاتبة هو حقيرة، عمره 17 سنة. ويقول أنا وزوجتي مسلمين حياتنا للمسيح ونصلي لأولادنا، ولكن تعبنا كثيرا ونعاني من هذا الأمر، وأصبحنا نخجل من أنفسنا ونتجنب الناس لكي لا يشمتوا بنا. الأخ واثق، احنا حنصلي من أجل هذه الأسرة، من أجل أولادك وأولاد الحقيقة كثيرين في مثل هذا السن. بس أنا عايز أقول لك حاجة، خلي كلمة ربنا سواء في الصلاة أو قراية الإنجيل تبقى مسموعة، حتى لو ما قعدوش، حتى ما كانوش في نفس المكان، لكن بصوت معقول يوصل لهم، لأن الكتاب قال لنا أن أنا ساهر على كلمتي لأجريها. كلمة ربنا هتوصل لهم يا حبيبي، كلمة ربنا هتوصل لهم، اطمئن. وكلمتي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل عملها. يبقى مطلوب مننا إحنا لما نقعد نصلي يا ريت يسمعونا وإحنا بنصلي، ونصلي قبل ما نصلي عشان خاطر الصلاة توصل لهم. يعني احنا ناخد المبادرة بدل الكلام كتير وما تعملش واعمل وتعالى صلي وتعالى ما مش عارف ايه وكده، ما يصحش. والكلام الصعب ده اللي انت بتقوله يا ابني او يا بنتي، والتصرف ده مش مظبوط، صلوا وخليهم يشتركوا في الصلاة، حتى لو ما كانش اشتراك فعلي الروح القدس هيشركهم في الروح القدس هيجددهم، روح الله هيغيرهم يا حبيبي يا رب، مع ان احنا نديهم شوية نصائح خفيفة، لكن الصلاة 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 اللي ما تقدرش عليه الارض تقدر عليه السماء حبيبي. امين امين. شكرا ابونا. وايضا معنا اتصال من معنا على الهواء، تفضلوا تفضلوا. هلو، اهلا وسهلا، من معنا؟ سريال من استراليا، صباح الخير.
اهلا 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 وسهلا. الاسم تاني فريال. فريال من فريال. استراليا. اهلا فريال، صباح الخيرات مباركة عليكم ومساء الخيرات على جميعنا. النور. اهلا صباح النور. انا هلا قبل بس 15 دقيقه فتحت التي في وشفته، وهلا رايحين احنا على الباب الستادي، فلما شفت الموضوع it was interesting for me. anyhow ابونا نعم ابونا والست الحلوه ما بعرف اسمها اللي حاضره ناديه ابونا اول شيء ولد انه تراث اخذناها من اليهوديه طبعا الاسلام اجوا وصارت المراه مهانه صحيح they stagger with something اللي هو السرسره it's okay. حتى ما بعرف اذا البولوس قال انه الامرأة لازم تسكت مش لازم تسكت، حتى المسيحية مشاركة انه اتهمتنا بالسرطرة. ابونا انا جدي وإلي اكثر من 40 سنة خارج الدول العربية. فعربيتي منيحة بس يعني يعني فورجيفني اذا بغلط شوي. لا تفضل. انا إلي 40 سنة متجوزة. طب اسمحي لي اسمحي لي فريال فريال اسمحي لي دقيقة نعم. ونص دقيقة اقاطعك اقول لك ان بولس الرسول لما قال على الست ما تتكلمش قال ما تتكلمش في الكنيسة في وجود الرجل كمان، يعني ممكن تتكلم في الكنيسة بس مش في وجود الرجل، لان الرجل رأس المرأة والرجل يرمز الى المسيح. اتفضلي يعني دي ملاحظة بس على او انا بعتقد احنا الرقبة عندك 20 سنة متجوزة بقى انا تعجبني احنا تقول واحنا الرقبة لانه احنا ندير الرجل وانتوا الرقبة بالضبط كده اكزاكتلي وانا بعتز بالرقبة على فكرة يعني الرقبة دي امي واختي وزوجتي بعتز صدقيني على فكرة اقول لك حاجة بقى عشان افرحك انا خلفت ثلاث اولاد وكبروا دلوقتي نشكر ربنا اللي في السماء واحد في السماء واحد في السماء الحمد لله بعد ما اتخرج والتانيين موجودين نشكر الله عليهم نشكر على كل حال. عايز اقول لك حاجه انا لما كبرت دلوقتي على كل عطايا ابونا امين امين. عارفه انا لما كبرت دلوقتي بتمنى كنت ان يكون عندي بنت يا فريال لان المراه ليها بصراحه في حياتي قد ايه حسيت مثلا من زوجتي او من أختي قد إيه المرأة لها قيمة في حياة الرجل. يي أبونا بعدين مش أنا بعد خبرتي أنا ست كبيرة هلا جوزت أولادي وعندي أحفاد بس أنا بارك. بدي أعطي خبرتي كامرأة. Are you talking to me father? Yes. Anyhow. Yeah. أنا لما تجوزت وأجيت على أستراليا أي. الظروف اللي كانت إنه انزتيت انه اكون ام والام انا ما عندي خبرة انه اكون ام وانزتيت كان لازم كمان اشتغل يعني ام واشتغل صحيح فهالخبرة اللي اكتسبتها الامرأة بوقتي انا بالستينات الامرأة اللي اختبرتها بوقتي عظيمة اقول لك اول شيء انا نميت مع اولادي الاربعة كنت انزل على مستواهم الطفولي بالحكي براو. حتى مرات بالفكر كيف هن بفكروا فأنا نميت أربع مرات مع أطفالي فاكتسبت موسوعة الله. من الخبرة براو. والذكاء بدون ثرثرة لما بدك تحكي براو. بتعرف إيش تحكي الله يباركك لما بدك تعمل بدك تعرف إنه اللي حكيته لازم تعمله لأنه الطفل عماله يراقبك هلأ جوزي حبيب قلبي وعلى راسي من الصبح يطلع الساعة 6 يرجع الساعة 7 ما بيعرف شي على الأولاد مزبوط صحيح أنا كنت أروح أبونا بالشغل من الساعة 7 PM العشية لنص الليل يعني شوف الإمرأة قديش بتساهم وبالإشياء الفكرية بعدين هلأ كبرنا وصرنا لحالنا أنا وجوزي هلأ مين فكرك اللي أكثر اتقعدنا مين فكرك اللي أكثر عمالي أوجه جوزي لعند الله أنا أنت أكيد. جوزي مهتم بإشياء لأنه تعب بالحياة واشتغل وربى وعلم ودرس وسوى عماله يروح فيشينج كلوب جولف وفوتوغرافي كلوب
beautiful, it is right. بس شوف المرأة قديش أكثر عمالي أجذبه أكثر للكنيسة، أجذبه لليسوع. فالثرثرة في الإمرأة بعد الظروف أكثر من أي شيء. بالضبط، ده احنا قلناه. بعدين الحروبات، أبونا أبونا بس أسألك سؤال، الحروبات كل الحروبات من طلعت من ورا مين؟ مش الرجل؟ الرجل أي. الإمرأة الرب تجسد في جسمها لأنه مخلوقة غير اعتيادية. أنا برأيي هلأ بعمري هذا حقيقي. وشكرا أكيد. أبونا سوري طولت عليك، ربي يبارك يا أخي نفريال. الثرثرة سببها أن احنا أن الرجل هو اللي كان ضغط عليها زي ما احنا قلنا في اليهودية وفي الإسلام أيضا، فهي دي نتيجة رد فعل، لكن هي مش ثرثرة أساسا. وزي ما احنا قلنا كل الأمثلة الحلوة اللي في الكتاب المقدس كانت نساء غير ثرثرات، وكانوا مهدفات في كلامهم وفي خدمتهم وفي تربيتهم لأولادهم. أمين. شكرا على اتصالك يا أختنا فريال. وراء كل رجل عظيم امرأة يا أبونا. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. ربي باركك يا أبونا. جاتينا طلبة صلاة من أجل أم نادر ومن أجل عائلتها ومن أجل ابنه خاطب جديد، أنه الله يسعد حياته. أمين يا رب. ابنها يا ربي في تكوين أسرة مباركة، أيقونة للسماء، أيقونة للكنيسة. أرجوك يا إلهي فرح قلبه وفرح قلبها الأم، وفرح قلب الخطيبة أيضا، وحافظ عليهم يا ربي لكي يكونوا بيتا مباركا مسيحيا حقيقيا، ويجيبوا أولاد يفرحوا قلب أبائهم ويفرحوك أنت أيضا يا ربي، لأن الأولاد هم بركة من الرب، ميراث من الرب. آمين آمين. وأيضا أبونا مجموعة من طلبات الصلاة للأبناء عندنا، راح أقولها يا أبونا وبعدين صلي. جوزيف، جان، جينيفر، جوزيف جان وجينيفر، جيمي وجيني، رائد، كريستين، كريستين، وصلاة لأجل أنجلينا وأنجلينا، مارفن وميسن وتلدن وسيف وسلام وسلام وشان ولانس، وأيضا سكات، شينا، وأيضا صلوات لأجل كارول في الجامعة ولأجل كاترين وكميل، جيهان، رائد، وعد، صاموئيل، وسابرينا أيضا. وسابرينا أيضا تربط من أجل الأولاد، من أجل الأولاد. نعم الأولاد هم ميراث من الرب. أرجوك يا إلهنا فرح قلوبهم، اعطيهم يا رب أولاد اللي يكونوا امتداد لملكوتك على الأرض، لكي يا رب تجمع إليه كثيرين كثيرين، لأنك أنت تريد يا رب أن الجميع يخلصون ولمعرفة الحق يقبلون. معناها إيه معرفة الحق يقبلون؟ يعني يكونوا معك في السماء، يكون لك أبناء كثيرين ليس في الأرض وليس للموت ولكن للحياة الأبدية. استجب يا إلهنا من أجل كل هذه الأسماء وكل من يرفع قلبه ويطلب ابن أو ابنة لكي يكون ابن أو ابنة للملكوت. آمين. استجبي إلهنا لك كل كرامة ومجد. آمين آمين. ورجعت معانا صديقتنا العزيزة أم رامز. أنت على الهواء مباشرة، تفضلي. أهلا أم رامز. أهلا سلام رب معاكم. ومعاك أيضا صديقتنا العزيزة. مبارك. شلونك ميخائيل؟ إن شاء الله تكون بخير وصحة وعافية. وأختي هادية أيضا ربي يخليك بالنعمة. خليكم. أنا حبيت أشارك من آية في إنجيل، من بشارة الإنجيل متى أصحاح 12 والآية 34 اللي تقول يا أولاد. أي متى 12-34 كل لسه بنتكلم فيها. برافو عليك، ده أنت معانا بالقلب كمان. بالروح أيضا. تفضلي. أقول لك هاي دائما تصيغ ترى معانا فعلا، إحنا مساقين روحا واحدا. آمين آمين آمين. بتقول تقول يا أولاد الأسرائيل كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشعر؟ فإن من فضلة القلب يتكلم الإنسان. أنا على هاي على هذا على هالكلمات هذه، من فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. يتكلم الفم. تريد قلنا كلمة الرب إنه إحنا الكلمات اللي تصدر من فمنا، مو إنه إحنا نجي ننظف هذا الكلام، هو مو تنظيف كلام، لكن يجب أن نسمح إحنا للروح القدس أن يملأنا وأن يملأ مواقفنا ويملأ دوافعنا إحنا لهذا الكلام. شنو الدافع عنه؟
أتكلم بهذا الكلام، لما يكون الروح القدس يكون كلامي من القلب، وجود الروح القدس يساعدنا على أن إحنا يكون كلامنا مملح ويكون كلامنا صالح ويكون كلامنا إلى منفعة ويكون إلى قوة تشجيعية وقوة ننهض بها اللي يكون هو ضعيف، نشجع فيها اللي محتاج إلى تشجيع، نفرح فيها اللي يحتاج. أيوة. أمين أمين. انقطع الخط الظاهر. الخط انقطع. اتقطع الخط يا أم رامز. تواصلي معنا، يا ريت ترجعين تتصلي لأنه انقطع الخط. أبونا، الحرب العالمية الأولى ابتدأت بسبب هذا اللسان. أيوه. هذا اللسان المتعظم. أسمع كذا. يقول إنه السفير انهان من مجرد كلمة، واعتبروه إنه هاي الإهانة للمملكة والملك نفسه. لذلك قامت الحرب العالمية. وبسبب شنو هو؟ أنه كلمة خاطئة من شخص حثت هذه الحرب. ما هو اللسان العير صالح بيضرب من جهنم زي ما قال يعقوب الرسول، يعني بيجيب نار جهنم بيضعها في العالم وفي الأسر وفي الدول كمان. هي شرارة يا أبونا، شرارة، شرارة صغيرة تحرق بيت كامل. الشرارة طلع من اللسان السيء. نعم. والقلب طبعا بيبقى مش مليان بربنا، يعني كلام زي ما احنا قلنا او زي ما قالت كمان اختنا، انه من فضلة القلب يتكلم اللسان. لو المسيح مالي قلبي لو هيبقى الكلام كله صالح، هيبقى الكلام كله مغلف وموجه بالروح القدس. نعم. مطهر ومقدس بالروح. نعم. القدس. ان بس المسيح يكون ساكن قلبي، افتح قلبك يا حبيبي، شوف كلامك للمسيح، شوف كلامك هيبقى ايه. نعم. شوف قديه تبقى انت اداه صالحه لحياتك ولحياه اسرتك ومجتمعك وكنيستك ايضا يا حبيبي. يا ريت كلنا نهتم بان احنا ندي القلب لربنا، ومش بعض من القلب، لان احنا ساعات بنديله اوضه صغيره، اصغر اوضه في القلب بنديها له، والباقي كله لشهواتنا ورغباتنا وتطلعاتنا وأحلامنا الأرضية. يا ريت يا أحبائي نمتلئ فنتكلم بكلمة الرب، كلمة الخلاص وكلمة التوجيه والوعظ، بدون ما نبقى نقصد نحن نوعظ، يبقى الكلام طالع من الفم عظة، طالع من الفم يهدي الإنسان اللي قدامك، يصلح أمور كثيرة. آمين يا أبونا. تفضلي. نعم. في سفر القضاة يا أبونا والإصحاح 12. نعم. نجد رجال أفرايم من قالوا إلى يفتاح أنه نحرق بيتك عليك بنار. جعل يفتاح أن يجمع كل رجال جلعاد يا أبونا من وراء هل كم كلمة أنه يحرق بيته على رأس على رأس يفتاح. كم إنسان سقط يا أبونا؟ 42 ألف رجل من وراء هالعبارة كلمة، لأنه اللسان من يكون متعظم، إحنا دائما يا أبونا نقول اللسان ما له عظمة على مود يلزموا لهذا ويوقفوا عن الكلام. أي. فلذلك يقول مثل دفة السفينة، يعني اللسان دفة صغيرة يدير الجسم حيث ما يريد. فاللسان له مخاطر كثيرة يا أبونا، أنا أعرف أنت عندك حتى سرعة. حتى سامحيني في المقاطعة، حتى بولس قصدي حتى إحنا في العالم نقول لسانك حصانك، إن صنتو صانك وإن هنتو هانك. شفت إزاي؟ نعم. وفاكرين إن إحنا قصة أبي جايل ونابال. أيوة. نعم. عشان باختصار يعني داود النبي ورجالته غلمانه كانوا بيحرسوا الغنم بتاع نبال، أثناء ما كانوا بيجزوا الجزازين بيجزوا الشعر بتاع الغنم، ما ضاعش منهم شعرة، ما ضاعش منهم واحدة فردة صغيرة من الغنم. فبولس قصدي متأسف، فداود النبي بعت لنبال بيقول له ادي بركة، انا مش عايز حاجة، ادي بركة للغلمان. فاستشارته قال كلمة ملهاش لازمة، يعني
لولا، شوفي كلمة واحدة كانت هتعمل ايه؟ كانت هتعمل حرب. نعم. وكلمة واحدة من أبي جايل أنهت الحرب. نعم. مرأة حكيمة. مرأة حكيمة. نعم. لا المهم إن نشوف هنا كلمة كانت هتولع، لأن كلمة شريرة وكلمة طيبة، كلمة مباركة من إنسانة مباركة اللي هي أبي جايل، طفت الإيه؟ طفت الحرب، أنهت الحرب وعم السلام في المنطقة. فدي برضو نقطة مهمة أشوف كلمة واحدة، لأن فعلا أنا شايف إن اللي قالته كانت جملة، اللي برضو اللي سبب داود قال جملة. صحيح. فده درس كويس الحقيقة، قصة أبي جايل ونبال. أمين. نعم. جتينا طلبة صلاة من أجل أخت نادية ومن أجل بنتها مرمر عندها سكر. نادية وإيه؟ نادية بنتها مرمر. مرمر بنتها مرمر. عندها سكر وما عند مدى الطيب، يعني مدى العلاج مدى يفيد معاها، وأيضا من أجل أنه يجيها أولاد. عندنا مجموعة من الناس اللي دائما نصلي من أجلهم، يعني لا تفكرون أنه إحنا ناسيكم اللي محتاجين ثمرة بطن يا أبونا. من ضمنهم آليسن أنا أتذكر، وجي جي أيضا أتذكر محتاجين ثمرة بطن. في عندنا برضو بنت من بناتنا في الكنيسة. نعم. وأنا بصلي لها برضو، أنا يعني مش عايز أقول اسمها. نعم. وهو اسمها عندي في الدفتر بتاع الصلوات. على كل حال من أجل هذه الابنة المباركة ومن أجل مرض السكر اللي عندها نادية ومرمر، أنت يا رب قادر، وتنظر يا رب بعين الرأفة والرحمة، ومد إيدك يا رب القوية ولمسة شفاء، وأيضا لمسة بركة يا رب، عطية مباركة ثمرة البطن عطية منك. وده الامتداد، زي ما دايما أنا بفكر على طول، طفل معناه امتداد لملكوت الله. بارك يا رب واشفي يا رب، وبارك يا رب بأولاد يكونوا مباركين. أمين. وخدام يشهدوا لمجد ملكوتك. أمين. أمين 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 أمين. جتينا أيضا، جانا اتصال من معنا على الهواء. تفضلوا. تفضلوا. أنت الرب. يا أهلا وسهلا معاكي بنت الرب. أرجو من أبونا أن يصلي صلاة لم الشمل ويحفظ بناتي. أمين. بنات الرب الله يخليكي. صلاة أريد لم الشمل زوجي وبناتي الله يحفظهم، هم بيشتغلوا بيساعدوني بالبيت. امين. حاضر. امين. بنت يا الرب، الرب بتطلب من اجل بناتها ومن اجل زوجها يا ربي، يا باركهم رب بكل لم بركه. لم الشمل ابونا بليز، لم الشمل اريد لين القلب الى حجر، وحجر القلب اريد لين مثل اللين. تقصد ايه؟ ما افتهمت عليها. طب وضحي تاني من فضلك. ممكن تكرري كلام اختنا بنت الرب؟ أريد لما يصلي صلاتي لين قلب زوجي علي وعلى بناتي، يلم الشمل علي وعلى بناتي. آمين. حاضر. إلهي الصالح، هذه الإنسانة المباركة محتاجة أن تلم شمل أولادها وتلم زوجها. اجمع شتات المتفرقين يا إلهنا إلى واحد، كما أنك أنت وأبيك واحد، اجعل يا رب هذه الأسرة تكون واحد أيضا، لكي يمجدوك ويشكروك ويعلنوا يا رب مجدك في حياتهم. بارك يا رب واستجب الآن يا إلهنا بكل دالة، نطلب منك أن تستجب من أجل بنت الرب ومن أجل أسرتها، لك كل كرامة ومجد. أمين. أمين. جتينا طلبة صلاة يا أبونا لأجل الثبات في الإيمان. الثبات في الإيمان. عندنا الأخت ليلى سامية من الجزائر. من الجزائر. أوكي. جلال من الشرق الأوسط. من معتز من الشرق الأوسط أيضا يا أبونا. معتز من الشرق الأوسط. أمين. ربي وإلهي يا رب، أنت جيت يا ربي من ملكوتك وتنزلت من عرشك متجسدا في كل الاتضاع وفي شبه الناس من أجل الإيمان، من أجل امتداد ملكوتك يا رب. هؤلاء المباركين بيطلبوا إيمان وثبات في الإيمان وقوة إيمان وعمق إيمان. استجب يا رب بأجل دي رسالتك يا رب، أن الجميع يخلصون بالإيمان بيك وبدم الصليب. استجب يا إلهنا لك كل كرامة ومجد. أمين. أمين. أمين يا أبونا. نرجع إلى اللسان ومخاطر اللسان وبركات اللسان. أنا عايز بس في حاجة عايز أوضحها، إنه في فترة الخطوبة بيبقى فيه كلام رومانسي، بيبقى فيه كلام لطيف، فيه كلام يعني
شايفه القمر يا شايفه القمر يا ليلى والكلام الحلو ده يعني، وده كويس يعني طالما انه هو بعيد عن الخطيه يعني، كلام عاطفي رقيق. بس بعد الجواز الاقنعه بتسقط، لان معظم القصص بتبقى بصراحه عيوب، العيوب قصدي بتبقى متغطيه. احكي لكم حكايه بالمناسبه دي. اتنين كانوا مع بعض في المدرسه او في الكليه يعني، وكل واحده راحت في طريق، جوزت وراحت بلد، اتقابلوا بعد مثلا 30 سنه او 25 سنه، كانت دي خلفت بنت ودي خلفت ولد. فلقت الام ام البنت لقت ان الانسان ده اللي هو ابن صديقتها راجل مهندس، دي قصة واقعية، راجل مهندس وراجل عنده شقة وعنده عربية ومركزه حلو، فبدت تفكر في انها تعزمهم وتعرض من غير كلام، تعرض البنت من غير ما تعرضها بطريقة واضحة. فجت عزبت زميلتها دي وابنها على يعني مأدوبة أو عشاء أو كده، كل ما هو طول ما هم قاعدين تقول لهم الستائر دي والديكورات دي عاملاها بسلامتها اللي بنتها يعني، والأكل على فكرة أنا ما مديتش إيدي عليه، ده كل اللي عمله مين اللي عمله بسلامتها، كل حاجة حلوة في البيت بسلامتها. فبسلامته قال لك مفيش مانع ما دام بسلامتها دي ست بيت وهو الى اخره، تطريز وديكورات واكل وشرب، لا دي حاجه ايه ما تتسابش بقى دي يعني يا ابويا، ما كل ام تعمل هيك يعني بسلامتها دي بقى يعني. وطبعا كان الخطا كبير لانه ما حطوش ربنا ولا طلبوا ربنا للاختيار رب. نعم. والمشوره واتجوزوا وانكشفت الأقنعة، ولا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تعمل ديكورات ولا بتكلم كلام حلو، هي كانت طبعا الكلمة همس همسي واللمسي، وبقت ايه بقت غضوبة وبقت يعني مش مائزة يعني، قصدي أثرت للراجل اشمئزاز، ووصلت دي قصة حقيقية وصلت الآخر للكنيسة عشان التطليق. فأرجو يا أحبائي ان احنا نبقى في فترة الخطوبة نبقى طبيعيين، اول حاجة طبيعيين ان احنا نحط الموضوع قدام الهنا، دي اول حاجة. نمرة اتنين بلاش الاقنعة وبلاش الكلام المعسول وبلاش الكلام اللي هو بيغطي اخطائنا، خلينا طبيعيين، ربنا شايف واحنا بنطلب منه ونطلب منه مشورة، واحنا كمان نساعد في ان احنا نلتقي على الصح ونلتقي ايضا على الضعفات. اما فيما بعد الجواز أرجو إن كل واحد فينا يبص إن هو نفسه عنده ضعفات، يعني الرجل ساعات يبص على ضعفات المرأة والمرأة تبص على ضعفات الرجل، وقاعدين الاثنين بصين لبعض على أخطائهم، كل عيب العيب اللي فيه هو هي مركزة عليه والعكس بالعكس، كل واحد فينا تحت الضعف. الجميع زاغوا فسدوا، الجميع في الموازين إلى فوق. شوف يا حبيبي ما بلاش تطلب الكمال من زوجتك وانت ما تطلبيش الكمال من زوجك. ارجو كمان انه لما يكون الزوج جاي وجاي تعبان من بره، دي نصيحه برضو، ارجو ان هي ما مش اول ما يخش تبتدي مشاكل العيال واحتياجات الحاجات الماديه والمشاكل العائليه والجيران اللي فوق والجيران اللي تحت وقربتك ولا حماتي قالت وحماتي عملت اختك اللي قالت واختك ومش بجد يعني كل ده بيحصل. أرجوكم يا أحبائي المرأة الفاضلة والحكيمة زي ما هنقول في سفر الأمثال 31، أرجوك استني عليه شوية، خليه ياخد نفسه، خليه يقعد، يا ريت تجيبي له شوية مية سخنة عشان يحط رجليه فيها، خصوصا إذا كان شغال بالثمان ساعات والعشر ساعات واقف، يا ريت تقابليه بابتسامة وببشاشة، يا ريت ما تبقيش تقابليه بالهدوم اللي مليانه بصل وتوم وريحه الطبيخ. يا عزيزتي يا بنتي يا اختي، لاحظوا الحاجات دي، مش مهم الهدوم تبقى شيك
أو تبقى غالية تبقى كده نظيفة نظيفة, نعم. نظيفة وليها ريحة طيبة ورطيبة وليها ريحة طيبة. نعم. ما تبلاش لما تيجي تتناقش معاه تتناقش لا بصوت عالي ولا بنقار كلمة ورا كلمة ولا أيضا بعناد. اتناقش معاه في الوقت المناسب احنا بنقول, ما تجيش واخداه أول ما يخش حطيت له فرشت له الدنيا كلها بمشاكل اليوم واللي امبارح وبكره كمان. يعني هو جاي عنده هموم امبارح وعنده ايضا ايه مشاكل بكره, فارجو ان احنا الزوجه تاخد بالها من دي. أمين. الزوج ايضا لابد ان تحبها محبه المسيح للكنيسه. يعني ايه؟ يعني بذل نفسه عنها. هل انت عندك استعداد يا حبيبي؟ هل انت عندك استعداد تطيع المسيح والكنيسه, تطيع الكتاب المقدس, أن تحبها محبة فعلا محبة المسيح للكنيسة؟ تأكد, وأنا حكيت حكاية ممكن أحكيها تاني, تأكد أن أنت لو حبيت هذه المحبة هتخضع عليك ومش هتضطرها أنها تبقى خاضعة بكلام صعب وبالضغط وبكلام خشن. صدقني هي هتخضع لوحدها, اديتها محبة هتخضع لوحدها. يبقى خضوع المحبة, محبة الخضوع وخضوع المحبة. أمين يا أبونا. تفضلي. نعم. الجواب اللين يا أبونا يصرف الغضب. أكيد. والكلام الموجع يهيج الصخب. أمثال 19:1. معانا خط الصور أختنا رغد, ما زالت على الخط موجودة؟ نعم موجودة. أهلا أهلا وسهلا أختنا رغد. أهلا أخت رغد. مرحبا أبونا. مرحب بيكي. أهلا أهلا. بالصحة. الحمد لله يا رغد. أبونا أنا محتاجة تصلي لي, محتاجة دعواتك إلي, محتاجة إلى وات, محتاجة صلوات أبونا صلوات إلي. تفضلي. طلبة معينة؟ نعم. هل هناك طلبة معينة؟ نعم. بتقولك عايزة طلبة معينة يا رغد؟ يعني صلاة من أجل شفاء, من أجل عمل, من أجل نعم, من أجل عمل, من أجل أني واقعة كنت أني كل شان عندي بيت, يعني كنت متمثلة كل شيء الحالي مثل أني كل أموري واقعة, محتاجة صلاة من أبونا حاضر يصلي لي الدعوات. حاضر. آمين أختنا رغد. إله الصالح, إله المحب, بنتك رغد يا رب تطلب منك من أجل أسرتها ومن أجل إدارة حياتها يا رب. تداخل يا ربي, تواجد يا إلهنا, يا ملك السلام, ملك الحب وملك القدرة أيضا. أعطيها سلاما, أعطيها بركة, أعطيها عملا, أعطيها وحدة الأسرة وتواجدك فيها. ما تسيبش يا رب هذه الأسرة اللي بتطلب إليك بكل الإيمان أن تستجيب عندما ندعوك. استجيب عندما ندعوك لكل كرام ومجد. أمين. أمين يا أبونا. بقت لنا 4 دقائق يا أبونا. تحب أن تكمل أو نخلي قسم للأسبوع القادم؟ أنا أعرف هذا الموضوع كبير وشامل عندك. كبير وشامل فعلا. تكلمت عن المرأة الفاضلة, من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. أيوة. بها يثق قلب زوجها تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. والزوج برضو بيقول عن الزوج التقي, تأكل من ثمرة أتعابك تكون مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك كرمة مثمرة في جوانب بيتك وأولادك غروس الزيتون الجديدة. يا ريت يا أحبائي كل واحد فينا يسمع هذه الكلمات, زوج ياخد الكلمات ويحطها في قلبه وبالروح القدس يتجاوب, والزوجة أيضا. بس عايز أنصح بقى سواء الزوج أو الزوجة, يقول لنا كده بولس الرسول في تيموثاوس الثانية العدد 14 والعدد 23, يقول لا تتماحكوا بالكلام الأمر غير النافع لشيء, ويكمل يقول والمباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها عالما أنها تولد خصومات. يا ريتنا أحبائي نتمسك بكلمة الله ونمتلئ يا رب بروحك القدوس. املأ يا رب البيوت بالسلام, املأها بالمحبة, فيض يا رب عليهم, فيض على أولادهم,
ارشدهم يا ربي إلى كل عمل صالح، كل كلمة تكون خارجة من أفواههم تكون للصالح وتكون للتجميع والوحدة، مش للتشتيت ومش للخصومات ومش للغضب، لأن البيت المنقسم على ذاته يخرب. اعط يا رب الزوج والزوجة أن يكونوا في وحدة معك، زي ما أنت يا رب من أول يوم أردت بأن يكون هناك زواج قلت تكون الاثنين ليس بعد اثنين بل واحد، والرب يكون ثالثهم على مثال الثالوث. تمجد يا إلهنا في هذه الليلة وكل ليلة، تمجد يا رب في كل بيت، تمجد يا رب في كل أسرة، تمجد يا رب في كل أولاد، سواء في خصوصا اللي هم في فترة المراهقة واللي في الجامعات واللي اتخرجوا أيضا، محتاجين يا رب كلهم، كل البيوت وكل الأولاد المسيحيين. الضغط عليهم شديد أنا عارف، الموجة صعبة، الموجة عالية وعاتية، أرجوك يا إلهنا ضم أولادك، وأيضا لو كان في آخرين من حظائر أخرى فتضمهم إليك وتضمهم إلى حظيرتك، يفرحوا بيك وأنت تتمجد فيهم وتديهم يا رب كل واحد شهادة الملكوت. آمين. سك الرعوية السبائية والميراث الأبدي. استجب يا إلهنا لكل كرامة وكل مجد. آمين. آمين. يا أبونا عندنا مجموعة ثانية من الصلوات. البحث عن عمل ألبرت سعيد. ألبرت وسعيد. سميرة. أنطوان. ومين؟ وكاترين. كاترين وأختنا سلوى أيضا. وكاترين. نعم. أي. تفضل يا أبونا. أيديهم يا ربي بتطلب. يا رب. وقلوبهم بتتضرع إليك. ابسط يمينك لكي تشبع كل حي محتاج. نعم يا رب. ابسط يمينك يا رب المباركة لكي تشبع كل حي راضي. ارضيهم يا ربي وباركهم واعطيهم سؤل قلوبهم. بارك يا ربي في أعمالهم، افتح لهم الأبواب وبارك في أعمالهم وأعمال كل من هو في احتياج العمل. لكل كرامة ومجد. آمين. آمين. الرب يباركك يا أبونا. احنا نشكر الرب من اجلك لهذا اليوم ولاجل هذه الحلقه، وبنعمه الرب اذا كان عندنا بعد قليل من هذه الوعظه راح نكمل في الاسبوع المقبل، لانه فعلا اللسان هو هذا العضو الصغير الخطير في الانسان. علينا ان نتعلم من سيدنا ربنا يسوع المسيح اللي كان يثلج صدور الكثيرين ويعين المعي، كان ينطي نعمة وكان ينطي بركة، كل ما كان يمشي ويصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أمين. من ضمن اللسان. آمين. أعزائنا المشاهدين، احنا نشكر الرب من أجل تواصلكم معنا في هذا المساء، وأشكر الرب من أجل أبوي الفاضل الأب ميخائيل. على أمل أن نلتقيكم الأسبوع المقبل. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح مع شركة الروح القدس تكون معكم. إلى اللقاء. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. أمين. أمين. امضوا بسلام، سلام ربكم معكم. أمين.